السلام عليكم. اليوم ضربوا لقيته مزيب واحد العباد في الكوفر فيه، ما كنتش باش نتكلم. حطيت التلفزة 8 على الشاحنة، حنا بعد نقع من طاولة مستديرة. المنشط قدم الضيوف نتاعو، بدا بسي محمد نجيب الشابي كيفاش يقدم معالي السيد الوزير. عملنا ثورة باش مازال يبداو عندنا معالي والسيد الوزير. والكلمة الأولى بدا بها هو سي معالي السيد الوزير، شو يقول؟ يتمنى وأنه من مكاسب الثورة العلاقة تتغير ما بين الحاكم والمحكوم. عملنا ثورة باش يجينا حاكم ونقعدوا محكومين كما كنا معزين بالضبط، باش تفهموا في اللغة السياسية متاع الناس هذوما. ولو هو كان من المعارضة، لكن هو من نظام 7 نوفمبر، العقلية متاع 7 نوفمبر موجودة. و بعد هو تعداه القاضي باش يشرح للرأي العام من الناحية القضائية شنو هو موقفه من الدستور ومن الدستور. والقاضي يقول وأن زاد حفاظا على دم الشهداء القضاء مستقل، وهو اللي باش يحفظ ويأمن الدستور ويدافع على الدستور. ولكن الهيكل مش هو كشخص، الهيكل القضاء في تونس ما ينجمش يحترم دم الشهداء، فيه ملطخ بدم متاع ناس اخرين زاد الشهداء مشاو للحبس وخرجوا يتنفسوا في الموت، ما زادوش حتى شهر وشهرين وماتوا على الفرش من العذاب، محكومين ظلما، ظلم 100%. الناس كل ولا تتكلم دم الشهداء والثورة، هذه ثورة انسان عضو في مجلس الحكومة يخرج العلاقة بين الحاكم والمحكوم ان شاء الله تتغير بدم الشهداء، هذه من ثورة انتفاضة. والحكومة هذه تعمل انها الكل في غلطة، كل يوم غلطة، اخرتها فضيحة. وقفوا سي نصر للخيانة العظمى وترافيك في السلاح ومدري شو، معناتها الدوسي نتاع مشنقة باش توقف انسان كي هكا، معناتها الدوسي نتاعك صحيح عملت التحريات اللازمة في اقل من 24 ساعة، اقل من 24 ساعة برا وخرج. وش يقول؟ رجعنا لدعاية 7 نوفمبر، وسائل الإعلام العالمية تشكر موقف الحكومة اللي خرجته، مهزلة معناتها، وما يستهزئوا علينا برا. والغلطات كل يوم غلطة، عليه؟ لأنه الوزير الأول اللي التونسيين يستخدموه معناتها يقول لك والله هو الكفر. عمره ما كان تحت بن علي مدة 11 سنة، عمره ما أخذ قرار. وما يعرفش يسير الفريق نتاعه، وهناك تمزق في الحكومة هي بيده. واليوم بداوا يحضروا في الرأي العام كما قلت أنا عندي جماعة، وأنه فما أعضاء في الحكومة هذه تجمعين ما حقهمش كانوا موجودين، ويلزم توسيع الرقعة. وأنا قلت النظام هذايا يلزم يتنحى من الورم وباش يوسعوه بالمعارضين اللي نعيط لهم أنا البروفيسيونيل. وغدا دعاوا إلى مظاهرة بستاند الحكومة، حكومة 7 نوفمبر بيس أنا نسميها هذه. وديما نبداو بالتعليات معناتها هكا شوية دعايات كرهبة لقيناها بالسلاح، شوية تخويف وشوية الاقتصاد يلزمو يمشي واحد. ألور أنا ديمقراطي، غدوة اللي يمشي ينضم اللي يحب ينضم لجماعة التجمع اللي بدلوا اسمهم توا ما عادش تجمعين باش يخرجوا في المظاهرة باش يساندوا الحكومة هذيا، نجم ينضم لهم، أنا ديمقراطي. ولكن أدعو بقية الشعب التونسي إلى مواصلة المظاهرات حتى المهزلة هذه تكف وتخرج الحكومة هذه. وعطيت رأي شكون ينجم يكون وعنده القدرة والمقدرة، خاطر الشباب التونسي عاش 22 سنة ما يعرفش تاريخ تونس، عندها رجال منهم سي حميد المستيري نزيد نأكد عليه، يعمل وزارة معناتها تاع تكنوقراط ويسيرها، ومستانس يسير، ومستانس ياخذ القرارات، وعنده الجرأة باش يعمل هذا. أدعو كافة شباب تونس وانه يقف. خرجنا بن علي قعدنا 5 جماعات، هذو كان يلزم 5 شهور لا خوف، وما يبداوش يحكيو لنا بالاقتصاد، وما يبداوش يحكيو لنا بالدعايات او كرهبة توقفتها وهذا توقف، حتى لين وقت نجم نقولوا ثوره ويتكلموا على دم الشهداء. اذا كان قررنا غير ذلك لازم نوقفوا التمثيليه وما عادش نحكيو بالثوره. عمرها ما جرات ثوره في العالم وما خرجتش بالورم نتاعها، عمرها ما جرات ثوره في العالم كما قلت، سواء في كوبا
ولا في اي بلاد ماركسيه لينينيه ولا البلدان الشيوعيه كيفاش نحاول الشيوعيه، ما حلاوش اعضاء تاع حكومه سابقين ومعارضين مستعرب بهم من النظام، حتى الدول الشيوعيه كانت عندها احزاب صغيره كما هذه التقدم يقول، هذوما كلهم ساتيليت يسميهم. وقتها نصتوا معش نتكلموا على الثوره ونتحملوا مسؤولياتنا ونحترموا دم الشهداء احتراما لهم، لن اسمح ان تتكرر الكلمه هذه الثوره ودم الشهداء. فهو عار علينا وهذا اختيار الشعب، يختار العار ولا يختار الثوره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.